ليتس جو. اخيرا وبعد شهور من الانتظار جاء عرض النينتندو ديركت واللي كان حوالي 40 دقيقه، وتضمن العرض العشرات والعشرات من الاعلانات. وفي الفيديو دوت هقدم لكم ملخص باهم ما جاء فيه. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم واستفدتم منه، وما تنسوش برضو تسيبوا لي رايكم في العرض في قسم التعليقات. تعالوا الاول نبتدي بالتوسعات او الدي ال سيز اللي كان الحقيقه فيه كتير جدا منها، ودوت شيء مش وحش يعني ان احنا نشوف دعم نينتندو للالعاب المصدره. هنتكلم اكتر في الموضوع دوت في فيديو تحليل الديركت. انا عاوز اركز على اربع عناوين بالذات، ونبتدي بزينو بليد كرونيكلز اللي تم الاعلان عن 2 دي ال سي توسيعتين ليها. التوسيعه الثالثه هتتضمن بطل جديد ومود التحديات، ومقرر له نزول في 16 فبراير. التحديث او التوسيع الرابع هيضيف الى القصة لكن ما قالوش هينزل امتى بالظبط. Dead Cells، وهي بالمناسبة يعني لعبة رائعة وجوهرة مخفية بالنسبة للبعض على الاقل، هيتعمل لها توسيعة بعنوان Return to Castlevania، وفيها هتلعب في العالم الخيالي المظلم بتاع كاسلفينيا. الصراحة يعني Dead Cells انا كنت خلصت عليها خلاص، بس دوت ممكن يخليني ارجع لها. التوسيعة ديت مقرر لها النزول في 6 مارس. سبلاتون 3 طبعا تم الاعلان عن توسعتين ليها كما هو كان متوقع. اول واحدة بعنوان انكوبوليس، وديت كل اللي هيبقى فيها بس انك انت تروح المدينة بتاعت سبلاتون 2 لو تحب. بينما في توسيعة اخرى ما قالوش هتنزل امتى بعنوان سايد اوردر، وتبدو غامضة. توسيعة الانكوبوليس هتبقى متاحة في ربيع 2023، يعني من هنا لحد شهر مايو مثلا. فاير امبلم انجيج هتحصل على توسيعة هيبقى فيها شخصيات جديدة ومهام جديدة، وايضا اضافة الى القصة، والتوسيعة ديت هتبقى متاحة الان. واخيرا بالنسبة لماريو كارت 8 فتم الاعلان عن الموجة الرابعة للتحديث بتاعها، وهيتضمن طبعا 8 مسارات، واحد منهم جديد بعنوان يوشيز ايلاند، وكمان هيضيفوا شخصية جديدة وهي بيردو. وقالوا هينزل التحديث دوت في وقت ما في الربيع، ما قلناش امتى، انا استغربت الحقيقة، لكن برضو يعني نتصور من هنا لحد شهر مايو. ندخل دلوقتي في حاجة يعني كانت بالنسبة لي مفاجأة جميلة جدا، وهو تحديث خدمة النينتندو سويتش اونلاين بإضافة ألعاب من مكتبة الجيم بوي والجيم بوي أدفانس. الجيم بوي ألعابه هتتحط على الاشتراك العادي البيزك، وهيتضمن ألعاب زي تيتريس وماريو 2 ولينكس أويكنينج وجارجويلز كويست وواريو لاند 3 وميترويد 2 وكيربي دريم لاند، يعني مجموعة من الألعاب المميزة، وطبعا هيضيفوا ألعاب أخرى مع الوقت. أما بالنسبة لألعاب الجيم بوي أدفانس فهي هتوضع في التوسيعة بتاعت النينتندو سويتش أونلاين اللي عليها ألعاب النينتندو 64، وهتتضمن أيضا مجموعة من الألعاب المميزة زي سوبر ماريو أدفانس 4، واريو وير، ماريو كارت سوبر سيركت رائعة، ماريو ان لويجي، سوبر ستار ساغا، وزلدا ذا مينيش كاب. وكل الاضافات ديت متاحة الان سواء الجيم بوي او الجيم بوي ادفانس. حصلنا ايضا في الديركت على مواعيد اصدار مجموعة من الالعاب كنا عارفين انها قيد التطوير، ونبتدي بيكمن 4 اللي عرضوا لنا منها مقاطع من الجيم بلاي، ومقرر لها الاصدار في 21/7. لعبة ميكي إيلوجين آيلاند، وأنا اللعبة ديت شكلها جبار، أنا منتظرها، هتنزل إن شاء الله يوم 28/7، لسه حبة حلوين، كويس الواحد يلحق يحوش. أوكتوباث ترافلر 2 هتصدر في 24 فبراير، وبالمناسبة ليها ديمو متاح الآن لو عاوز تجربها. وأخيرا وطبعا زي ما احنا كنا متوقعين تم الإعلان عن ميعاد إصدار أدفانس وورز، وهتنزل يوم 21 ابريل، وكده يبقى توقعي غلط لان انا كنت متصور انها تنزل في مارس. نينتندو اعلنت ايضا عن مجموعه من الالعاب الجديده، او على الاقل جديده بالنسبه لي كنت اول مره اشوفها، ونبتدي ب سامبا دي اميجو. ديت لعبه رقص وبتاع، مش عارف، واخده نفس نظام جاست دانس بس بقرد ومن غير موسيقى مشهوره. ديت مقرر لها الاصدار في شهر في الصيف، في وقت ما في الصيف. تم الاعلان ايضا عن لعبة داكا بوليس، ديت لعبة حل جرائم شكلها مثير للاهتمام، هتنزل في وقت ما في 2023. ايضا لعبة سي اوف ستاي،
وديت لعبة ار بي جي تيرن بيست، يعني اللي هي القتال بالأدوار، حاجة كلاسيكية مقرر لها الإصدار في 29 أغسطس. تم أيضا الإعلان عن لعبة حل جرائم أخرى، أو على الأقل بنيت لي كده، بعنوان رين كود، وديت مقرر لها الإصدار في 30/6. فانتسي لايف تاون سيميليتر، شكلها كده لعبة تاون سيميليتر، محاكاة بناء وتنظيم مدن، انيمال كروسنج بس فيها قتال، معرفش النوع ده من الالعاب زاد قوي. مقرر لها الاصدار في وقت ما في 2023. واخيرا وديت يعني الكريزه فوق التورته زي ما بيقولوا، بالفعل ميترويد برايم اتعمل لها ريماستر وشكلها جبار جدا 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 الحقيقه، ومغيرين اكتر من مجرد الشكل، يعني حدثوا اسلوب التحكم بحيث ان هو يبقى ماشي مع العصر الحالي. اللعبه يعني موجوده دلوقتي لو عايز تشتريها من على الشوب، متاحه الان، ولو عايز تشتري نسخه فيزيكال فهتنزل يوم 3 مارس. نينتندو ايضا عرضت علينا بعض مقاطع من الجيم بلاي بالنسبه للالعاب، احنا اوريدي يعني شفنا كتير منها، منهم كيربيز ريتيرن تو دريم لاند، ديت هتنزل يوم 24 فبراير ولها ديمو متاح الان. وفي حاجه كده انا مش عارف دوت ايه، شخصيه اسمها ماجو تور، حسيتها من اللي انا شفته دوت يعني هارد مود بتاع كيربي، هي حاجه بتلعبها بعد القصه، ركزوا عليها قوي في العرض دوت. ايضا شفنا المزيد من مقاطع للعبه بايونيتا اوريجينز، تبحروا شويه في الجيم بلاي، ان كنت انا حسيت ان هم طولوا فيها شويه الصراحه، بس تمام. واخيرا طبعا يعني مقطع تشويقي لزلدا تيرز اوف ذا كينجدم، احنا هنتكلم عن الموضوع دوت في الفيديو بتاع التحليل، يعني انا مش عايز اتكلم كتير، انا في حاجات شفتها كده مبقتش فاهم ايه اللي بيحصل الصراحه، لكن اوكي تمام، مقطع تشويقي ما قلناش حاجه جديده، ما عرفناش حاجه جديده قوي. في طبعا للناس هواة التجميع كولكترز اديشن، ودوت طبعا لي انا اميبو من مستوحي من زلدا تيرز اوف ذا كينجدم، دوت بري اوردر على طول يا معلم قبل اللعبه اصلا. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، أظن دوت كان ملخص معقول جدا لأهم ما جاء فيه، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيه وأنكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا، شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة، مع السلامة.